حياكم الله. قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قبيل مغادرة مطار صنعاء إنه سلم وفد الحوثيين وصالح خطة شاملة مزمنة بشقيها الأمني والسياسي للحل. حديث المبعوث الأممي جاء بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية عبد الملك المخلافي من أن أي محاولة لإبقاء الميليشيا وسلاحها لن تكون مقبولة. وأشار المخلافي إلى أن أي حل سياسي لا يلتزم بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ليس إلا شرعنة للانقلاب ولن يحقق السلام. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه من زاويتين: ما حقيقة المهمة التي أجراها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء، وما تفاصيل الخطة التي قدمها للانقلابيين دون أن يكشف عنها، وهل ينطلق ولد الشيخ من معرفة واقعية بتعقيدات وخطورة الوضع وتداعياته على الأرض؟ كلاهما مر، الحرب ودبلوماسية الحل السياسي المتعثر في اليمن. خطوات التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بطيئة وتنتهي عادة بالفشل فيما يتمسك اليمنيون بخيط دخان. في صنعاء انتهى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ من زيارته دون الكشف عن تفاصيل لقائه مع الانقلابيين أو الخطة المقدمة لهم. تقول المصادر أن ولد الشيخ عرض على الانقلابيين خطة سلام لا يبدو أنها تتطابق مع ما أقره اجتماع جدة وكشف عنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي للخروج بتصريح أكد فيه على تمسك الحكومة بالمرجعيات الدولية والوطنية ورفض أي مساع لشرعنة الانقلاب وإبقاء السلاح بيد الميليشيات. زيارة المبعوث الدولي إلى صنعاء ومغادرته منها دون توضيح ما جرى خلال الزيارة وما تم مناقشته يثير الشكوك والتساؤل عن طبيعة وحقيقة المهمة وما حملته الزيارة وخرجت به. كل هذه الأسئلة وأكثر نناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل ياسين التميمي. محاولات تكتنفها صعوبات جمة أمام المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ المتواجد حاليا في صنعاء لإحياء عملية سلام متعثرة. لا تبدو الصورة واضحة أمام مراقب المهمة الأكثر حساسية للمبعوث الأممي والتي تأتي بعد انقضاء هدنة اكتنفها الفشل منذ ساعاتها الأولى. مصادر عدة تحدثت عن أن المبعوث الأممي يعرض مع الانقلابيين في صنعاء خطة سلام لا يبدو أنها تتطابق مع تلك التي أقر خطوطها العريضة اجتماع جدة قبل شهرين وكشف عنها حينها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. أسئلة أثارتها التغريدات المثيرة للاهتمام التي أطلقها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي. في هذه التغريدات حذر الوزير المخلافي من أن أي محاولة لإبقاء الميليشيا وسلاحها على أي من أراضي الجمهورية لن تكون مقبولة من الشعب الذي قدم آلاف الشهداء من أجل السلام والتحرر من الميليشيا. وفي حين أكد أن الحكومة تنشد السلام وإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلابيون، شدد المخلافي على أن ذلك يستوجب إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وتسليم السلاح وانسحاب الميليشيا والالتزام بالمرجعية الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار والقرار رقم 2116 الصادر عن مجلس الأمن، ودون ذلك شرعنة للانقلاب ولن يحقق السلام كما كتب المخلافي. مراقبون رأوا في محاولة التشويش من جانب الانقلابيين على مهمة المبعوث الأممي محاولة للتغطية على طبيعة المشروع الذي يحمله، ويبدو أنه يقارب مطالب الانقلابيين، لذا عكست تغريدات وزير الخارجية قلقا واضحا حياله. ما طبيعة مهمة المبعوث الأممي إذن في صنعاء؟ سؤال برسم النتائج التي قد لا تطول محاولات إخفائها كثيرا عن المراقبين والمهتمين بالتطورات غير المنضبطة في مشهد يمني مضطرب. نبدأ إذن بمناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث مع المحلل السياسي الدكتور محمد جميح من لندن. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. ولد الشيخ يتحدث عن حزنه الكبير جراء ما لحق باليمنيين كما قال قبيل مغادرته صنعاء، في إشارة ربما أيضا إلى أنه خرج مثقلا بضغط كبير وتصلب في مواقف الانقلابيين. هل يشير هذا إلى أن ولد الشيخ عاد فارغا؟ والولد الشيخ فيما يبدو حمل خطة إلى الحوثيين وصالح، كان قد سلم نسخة منها حسب بيانه إلى الرئاسة اليمنية. هذه الخطة هي لا تبعد عن محتوى القرار الدولي 22/16، لكن
حسب تسلسل الخطة الجديدة أنها تنص على سحب الميليشيات من المدن وتشكيل حكومة كخطوة لاحقة، ثم بعد ذلك تسليم الأسلحة الثقيلة. يعني يبدو أن التغيير هو فيما يخص الترتيب، ترتيب الخطوات المتبعة، وهو تغيير جوهري إن كانت الخطة على ما هي عليه الآن، لأنه ستكون أو ستؤول عملية تسليم واستلام الأسلحة الثقيلة من المتمردين إلى الحكومة التي سيكونونهم جزءا منها مع طبعا فريق علي عبد الله صالح. أن دكتور محمد، بنيت قراءتك هذه ربما على التسريبات التي يعني نشرت، إلى الآن لا توجد أخبار رسمية فيما يخص تفاصيل الخطة. لا توجد، لكن هذا الذي فعلا يعني ذكر في وسائل الإعلام، لكن فيما يبدو أن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي بعيدة عن محتوى الخطة يمكن أن نلاحظها. بالأمس نزل مسلحون حوثيون وحاصروا مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء من أجل إحداث ضغط على ولد الشيخ لكي يلتقي برئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين وصالح. طبعا رفض ولد الشيخ ذلك واجتمع بأعضاء الوفد المفاوض إلى مفاوضات السلام اليمنية. واليوم أيضا مئات من المؤيدين للحوثي هتفوا برحيل ولد الشيخ ودعوه كما في وسائل الإعلام بالعميل السعودي. طيب هناك نوع من طيب كيف يمكن فهم الموقف الآن دكتور محمد؟ الجماعة نعم. في صنعاء المسلحين والحوثيين والانقلابيين بشكل عام هم ربما رافضين ولأي دور لولد الشيخ حاليا، في حين طرف الشرعية يتحدث عن محاولة لشرعنة الانقلاب. هل ما يحدث في صنعاء هو للتغطية على أدوار يمارسها ولد الشيخ، هي تصب في الأخير كما يرى البعض في صالحهم؟ والحاصل أن ولد الشيخ ينقل، وهذه مشكلة ولد الشيخ وأغلب الوسطاء، أنهم أحيانا يلجؤون إلى أن يقولوا كلاما يناسب كل طرف، وإن تناقض كلامهم بعض الشيء مع الأطراف المختلفة من أجل نية جمع الأطراف المختلفة على مائدة مفاوضات. وهو الإشكال الذي يؤدي إلى نوع من الضبابية في المواقف المختلفة سواء لولد الشيخ أو للأطراف المتصارعة في البلاد. يعني ولد الشيخ في تصوري أنه ينقل للحوثيين ما يريدون، ثم يذهب إلى الرئيس هادي ويعطيه الكلام الذي يريد، وهذا وإن كان تكتيكا ربما يبرر لكنه غير ناجح، لأنه يقضي على القوة وعلى الحيادية وعلى الوضوح الذي يجب أن يتحلى به المفاوض أو الوسيط الدولي. سمعنا أمس أن هناك ضغوطا على ولد الشيخ وأنه رفض اللقاء المجلس السياسي وأنه أصر على لقاء الوفد المفاوض، واليوم يتظاهرون ضد ولد الشيخ وفي إشارة إلى أنهم منزعجون. لكن طبعا نحن نفهم تصرفات هذه الميليشيات، هم في الغرف المغلقة يقولون ما لا يقوله المتظاهرون في الشوارع الذين يذهبون بهم، وكأنهم يريدون أن يلعبوا لعبة مزدوجة، لعبة الممانعة والمعارضة والهجوم على ولد الشيخ من ناحية فيما يخص الشارع، واللعبة الأخرى هي لعبة المائدة التي يطرحون فيها المطالب بنوع من الوضوح ونوع من البراغماتية إنجاز التعبير. طيب ننتقل إلى تغريدات وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بالبارحة، ما الذي تعكسه هذه التغريدات؟ هناك من يرى أنها ربما تعكس حالة قلق وريبة من دوره الأخير. هو في الأخير يعني ولد الشيخ إذا حاول أن يخرج عن مرجعيات القرار الدولي فإن الحل سيفشل، لأن المرجعيات الثلاث مبادرة خليجية، حوار وطني، ومخرجاته والقرار الدولي هي الأسس التي أقرتها الأمم المتحدة في أكثر من أدبية من أدبيات الأمم المتحدة، وفي أكثر من رسالة، وفي أكثر من تصريح لمسؤولين أمميين، وهذه موثقة ومكتوبة. والخروج عنها يعني إفشال عملية الحل في اليمن واستمرار الحرب. لا أعتقد أن ولي الشيخ ممكن أن يتجرأ على الخروج عليها، لكن الذي تخشى منه الحكومة اليمنية هو أن تحصل نوع من عملية اللعب في ترتيب مقررات أو مواد القرار الدولي بالشكل الذي يمكن الحوثيين على أن يكونوا عنصرا فاعلا في عمليات نزع الأسلحة، وهذا يعني أنهم لن يسلموا أسلحتهم في حال تشكيل حكومة قبل أن ينزع السلاح وقبل أن تطبع الأوضاع إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014.
هناك بعض من يتحدث عن أن الحوثيين وصالح يصرون على تعيين نائب للرئيس يكون ضمن الخطة نائب للرئيس اليمني غير النائب الحالي الفريق الأحمر، بحيث يكون هذا النائب توافقيا ومن ثم يفوض هذه صلاحياته لنائبه الجديد كما فوض صالح صلاحياته في 2011 إلى نائبه عبد الرب منصور هادي الذي أصبح رئيس الجمهورية. ومن ثم يريد الحوثيون هذا هدفهم مع صالح إفراغ منصب الرئاسة الرئيس هادي وتحييده عن هذا المنصب أو على غرار ما حدث في العام 2011 يعني. يكون دكتور محمد نعم في موضوع تعيين نائب كما ترى أنت أنه إفراغ لمنصب الرئاسة، قلت لك أنه ربما على غرار ما حدث في 2011 عندما تدخل المجتمع الدولي والإقليمي لإيجاد حل لما كان في ذلك الوقت من أجل سد الفراغ. وهذا ما يطرحه الانقلابيون في الداخل، هم يقولون بأن المخرج كان من 2011 أن يفوض صالح صلاحياته لنائبه الذي انتهى رئيسا للجمهورية، وهم يريدون نائبا توافقيا يتفوض إليه الصلاحيات، لأن الهدف أن يفرغ منصب الرئاسة، أو هناك كما حل آخر هو أن يشكل مجلس رئاسي يظل هادي رئيسا لهذا المجلس، لكن يكون أعضاء المجلس من المكونات السياسية المختلفة ويكون لأي عضو حق النقد في قرارات هذا المجلس، بحيث لا يكون للرئيس هادي هذا القرار. وهذا يعني إضعاف العملية السياسية مهما تكون الملاحظات على الأداء السياسي للرئيس هادي وطبيعة تعامله مع الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية، إلا أن الحل المقترح هو إما أن يكون أن يجعل العملية السياسية برمتها رهينة للحوثيين وصالح، أو أن يفضي إلى عملية سياسية هشة نكون فيها إزاء وضع أشبه ما يكون بالحالة اللبنانية التي لا تستطيع الأطراف المختلفة عدا حزب الله اللبناني أن تتخذ قرارا بحكم الأمر الواقع، لأنه قوي هناك، والحوثيين هم يسعون إلى إيجاد هذه الحالة اللبنانية داخل صنعاء. طيب من يتوقع أن نشهد حل ربما خارج المرجعيات والقرارات الحالية، ربما يرجع ذلك إلى الضغوط الحاصلة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلد، وأن الوقت يمضي دون أن نشهد أي حسم من قبل أي طرف من الأطراف. هذه الرؤية ألا يمكن أن نشهدها وأن تصبح أمر واقع، وربما أن تصدر قرارات أخرى غير 2216؟ أنا أعتقد أن صدور قرارات أخرى سيكون مبنيا على القرارات السابقة. هذا هو الإشكال. الحوثيون وصالح يتوهمون، وهذا هو الذي يطيل أمد المعاناة ويعقد الحل، لأنهم يتوهمون أنهم بالصبر يمكن كما يقول لهم الإيرانيون يمكن أن يصدر قرار جديد يلغي القرارات السابقة، وهذا لا يحصل في تاريخ الأمم المتحدة. لم يحصل أن ألغي القرارات إلا في حال توافق المجاميع السياسية والمكونات السياسية المعنية بهذه القرارات، وتوافق أيضا دول الإقليم ودول مجلس الأمن الدولي الدائم العضوية. أنا لا أتصور، أنا أستبعد أن يكون هناك قرار يلغي 22/16، لأن معظم القرارات الخاصة باليمن على الأقل في الأمم المتحدة هي عندما يصدر قرار تذكر في بدايته القرارات السابقة وتؤسس القرار الجديد على بناء القرارات السابقة. لكن ما يحصل الآن أن الحوثيين يريدون قرارا جديدا ويمنون النفس بذلك، وهذا هو الذي يبعثهم على التصلب. هم لا ينظرون إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية، لأن اليمنيين بالنسبة للحوثيين هم مجرد أرقام في كشوفات حسابات، يريد الحوثيون أن يزايدوا بهم من أجل زيادة تصيدهم السياسي لا أقل ولا أكثر. طيب دكتور محمد، ماذا عن إمكانية عقد مفاوضات قريبة يعني والعودة إلى طاولة المفاوضات؟ هل ولد الشيخ قادر على يعني العمل على التئام طاولة المفاوضات بين الأطراف اليمنية مرة أخرى، مع العلم أنه فشل في تمديد الهدنة؟ كان يريد تمديد الهدنة أيضا لكنه فشل. أنا أعتقد أن كان الهدنة كان يفترض أن تقود إلى مفاوضات خلال أسبوعين، لكن لم يحصل ذلك وانتهت الهدنة كما هو معروف، بل إنها لم تقم أصلا. الآن ولد الشيخ أراد أن يسوق لهذه الخطة فيما لو تم التوافق عليها،
ولم تكشف تفاصيلها بشكل كبير، فيمكن الذهاب الى 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 مفاوضات محدوده للتوقيع عليها، لانه كان الاصل كما اقترحت الامم المتحده ان يتم تدارس خطه للحل قبل ان نذهب الى اطراف مختلفه للمفاوضات، وانما يكون الذهاب الى الكويت على سبيل المثال من اجل التوقيع على هذه الخطه. ما يجري الان هو محاوله انضاج هذه الخطه قبل الذهاب الى الكويت، والذهاب سيكون للتوقيع عليها فقط، وان كان هناك بعض الملاحظات فتكون يعني ملاحظات يمكن ان يتم التفاوض عليها خلال ايام محدوده وليس الفتره مفتوحه كما كان خلال عمليه التفاوض الاخيره في الكويت التي استمرت الى 100 يوم. لكن في تصوري ان الموقف العسكري اذا ظل على ما هو عليه الان فان الامد سيطول بالنسبه للحل السياسي. لم يحصل هناك اختراق عسكري يمكن ان يغير موازين القوى بشكل كبير يجعل الطرف الذي خسر يذهب الى الحل السياسي من اجل انقاذ نفسه، انه هناك محاولات دكتور محمد ربما فيما يخص المسار العسكري، ربما هناك محاولات للضغط جبهه البقع مؤخرا، لكن في المقابل هناك حديث عن ضغوط خارجيه ربما امريكيه كما تحدث محافظ صعده قبل ايام. والضغوط الخارجية تأتي عندما يكون هناك نوع من الانحباس السياسي والعسكري. يعني نحن نذكر على سبيل المثال في 1994 عندما وضعت خطوط حمراء على عدن، وأصر علي عبد الله صالح في حينها على أن يتجاهل هذه الخطوط الحمراء، ودخلت القوات في حينها إلى داخل مدينة عدن، و يعني بارك المجتمع الدولي هذه الخطوة. في الأخير المجتمع الدولي هو يتحرك بناء على الموقف على الأرض، يتحرك بناء على ما يراه من إحدى من مواقف ومن قوى تتقدم أو تتأخر. الأمريكيون ما كانوا سيقولون ذلك أو أن الأمر سيسير بشكل جيد على الأرض، لكن يتخوف الأمريكيون، يتخوف العالم من أن يمر اليمن مرحلة الحرب المنسية التي تنشط خلالها جماعات إرهابية معينة تؤدي إلى التأثير على المصالح الأمريكية، وهذا ما يهم الأمريكيون. الأمريكيون لا يهمهم إلا النظر إلى اليمن من خلال زاوية تنظيم القاعدة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن. أرحب أيضا بالصحفي صالح الحميدي، أهلا بك أستاذ صالح. أهلا سامي، أهلا، كيف حالك يا سامي؟ الحمد لله أستاذ صالح. إذن قبل أن نبدأ معك في النقاش فيما يخص موضوع هذه الحلقة من الزوايا، نتوقف فقط مع الموجز الصحفي الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قبيل مغادرته مطار صنعاء. وغادر صنعاء اليوم حامل معي الكثير من الحزن لما يتخبط به الشعب اليمني من دمار وآلام، وأترك فيها الكثير من الأمل لأن ثقتي باليمنيين كبيرة، وأنا أدرك الواجبات. منع وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض المناطق كما حصل أخيرا بتعز غير مقبول ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي. لقد قمت خلال هذه الزيارة إلى اليمن بمجموعة من اللقاءات، وقد اجتمعت مع وفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، وتباحثنا مطولا في العديد من القضايا. قد عرضت عليهم خطة السلام التي تضع تسلسلا واضحا ومزمنا للإجراءات الأمنية والسياسية، والتي تشكل حلا شاملا وكاملا للنزاع. ولقد سلمت وفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله خطة كاملة مزمنة ومحددة، وأعول على حرص على مصلحة اليمن واليمنيين للقبول بها، كونها شاملة وعادلة، كما أنها تتضمن خطة أمنية وسياسية تضمن المشاركة لجميع الأطراف، كما تحظى هذه الخطة بدعم دولي لا متحدة ومنظماتها. وسادسا وأخيرا، قمت بلقاء بعض من أسر المعتقلين والمختطفين، واستمعت لجزء قليل من معاناتهم اليومية وكذلك مقترحاتهم، وأنا أحث الجميع وجميع الأطراف للقيام بخطوات جريئة بهذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح. أعود للأستاذ صالح الحميدي. أستاذ صالح، إذن المبعوث الأممي يتحدث عن خطة سلام كما قال أنها شاملة وعادلة، هل رشحت لك أي معلومات أو تفاصيل حول هذه الخطة؟
مساء الخير. طبعا من الواضح ان ولد الشيخ طبعا طرح مشروع للحل وعرضوا على الاخوه في الطرف الاخر او الانقلابيين بغرض التوصل معهم الى بعض الخلافات حول هذا المشروع، لانهم رفضوا المشروع من البدايه وحاول هو عمل تعديلات في هذا المشروع، والان هو في اطار برضه زيارته هذه في اطار التعديلات التي تم ادخالها على هذا المشروع، وبعد ذلك سيتم عرض المشروع الحل على الوفد الشرعيه. ومن الواضح ان ولد الشيخ يعمل على حس العالم ليمارس الضغوطات على الحكومه الشرعيه للقبول بهذا المشروع، وهذا طبعا ما رفضته الحكومه من خلال تصريح حتى الناطق باسم الحكومه الذي اتهم المجتمع الدولي بانه يتساهل مع الانقلابيين، وان ما حدث معهم بات يمثل لغز لا يدركون اسبابه، خاصه ان المجتمع الدولي كما تعرف يعي جيدا ان الانقلابيين كانوا قد افشلوا المشاورات التي تمت في الكويت. هذا فيما يخص التصريح الناطق باسم الحكومه، تصريحات وزير الخارجيه المخلافي الاخيره، هناك من يرى انها ربما توحي بان هناك محاوله لشرعنه الانقلاب. هل هذه التصريحات واضح عبد الملك المخلافي انه لا مشاريع الحكومه ستتعاطى بايجابيه مع كل المشاريع او المقترحات المقدمه بشرط ان تكون تحت سقف المرجعيه الثلاث، ما دون ذلك فان الحكومه تعتبر ذلك شرعنه للانقلاب ولن تقبل بذلك. ودي إشارة واضحة مش من اليوم، إنما منذ أن كانت مشاورة الكويت ومحاولة تقديم مشاريع مشوهة رفضت هذه المشاريع لأنها تتجاوز المرجعية الثلاث، وأهم ما في ذلك البنود التي ذكرها البيان 22/16 الخاصة بتسليم المدن وإخلاء السلاح وإنهاء كل مظاهر الانقلاب. طيب برأيك جهود المبعوث الأممي ولد الشيخ إلى أين ربما ستنتهي وفق المعطيات الحالية؟ من الملاحظ أنه منذ فشل مشاورة الكويت أصبحت الهوة أكبر، يعني كل المعطيات تؤكد أن الثقة قد فقدت أكثر، وأن الهوة تتوسع كل يوم، خاصة أنه الشيخ لم يكن واضح في كثير من الأمور وحاول القفز على بعض القضايا. يعني لو أنه ولد الشيخ اعتمد التراتبية في مناقشة القضايا منذ الكويت لكان اليوم الأمر يعني أكثر وضوح. هو حاول أن يقبز على القضايا الشائكة والبدء في القضايا الهامشية أو القضايا الصغيرة إرضاء للانقلابيين. هو الآن يتحدث عن خطة شاملة وكاملة وعن تراتبية أمنية وسياسية للحل. لن تكون هناك أي تراتبية ما لم يتم تسليم السلاح وإخلاء المدن والبدء بالخطه المتفق عليه وهي الخطه الف التي يعني تخص محافظه صنعاء وامانه العاصمه وتعز والحديده، هل يستطيعون ان يدخلوا هذه من القوى العسكريه؟ سيبدا الحل، ما دون ذلك سيتم الحديث مع ولي الشيخ بتفاعل كبير جدا، وكل ما انجزه ولي الشيخ سنلاحظ انه بالمجال الانساني لا يمثل حتى 5%، وهذا بالنسبه له يعني مداع فخر ويؤكد انه قد تقدم، لا تتقدم المشاورات حتى الان لان القضايا الرئيسيه في هذه الازمه لم يبدا فيها حتى مجرد تقدم خطوه واحده. شكرا جزيلا لك صالح الحميدي الزميل الصحفي، كنت معنا من القاهرة. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، كونوا بخير.